نعم، النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. هذا في التلفزيون، في التلفزيون العالم في الهند والباكستان، يعني جدري تلفزيون في العالم في الهند والباكستان. هذا في تلفزيون آخر، تلفزيون آخر في الهند في الباكستان جدري. هم أنا لا أتكلم وحدث، أنا لا أي مكان. هم يأخذون مسجلات فيديو كيسات من عندك، ليس لي وقت. هذا في بعض بعض المشكلة يأتون في بيتي مثل أمس. يا دكتور صلي على محمد. الإنسان ما يقدر يقسم على الإله سبحانه وتعالى ولا على الرسول، ولكن في الكتاب، في كتاب الله سبحانه وتعالى، من قسم على الله لا بره. وأنا أقسم على الله سبحانه وتعالى إن شاء الله إنك من أهل الجنة، وربنا يرفع كلمتك بالإسلام، وأن تكون سيف الإسلام مو شق الإسلام، سيف الإسلام على جميع أي إنسان يكون عرضة في أذى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أصحاب رسول الله. ببركة على رسول الله، ببركة التراب مدينة رسول الله، لحرمة تفضل. يعني هذا بدأ كل هذا المكان، كل مطبوعات مؤلفات لخادم سيدنا رسول الله وخادم الكل، ليس مؤلفة أو كتاب قتيبة واحد إلا من غير المؤلفين. كل المؤلفات مع الذين تجدون والخطبات مسجلات وفهرس فارس هذا التفسير بسم الله الرحمن الرحيم فقط، تسمية تفسير التسمية فقط، تفسير التسمية. هذا 14 مجلدات في سيرة الرسول كما قلت، ولكن الآن بلغة عربية، مواد هناك عربية موجودة، ولكن إن شاء الله نعرف. هذا فارس كتب مؤلفاتي وفارس كلماتي، خطبات الذي كلمات كتب وكاسيت، هذا كلها فقط فهرس مؤلفاتي وكلماتي مسجلات. چاروں کو ایک ایک دے دیں بیٹھے، دے دیں نہیں بھوئی فیرس دے دیں، ایک ایک فیرس دے دیں. هذا من خصائص المصطفى كتاب كامل، هذا اسماء المصطفى كتاب كامل، هذا شمائل المصطفى كتاب كامل، هكذا هكذا اسماء المصطفى كتاب كامل، خصائص المصطفى، بركات المصطفى كتاب كامل، يعني هكذا هكذا. ونحن نعيش للمصطفى، والله نحن نعيش ناكل من المصطفى، وحياتنا بالمصطفى وموتنا للمصطفى، حياتنا بالمصطفى وموتنا للمصطفى، وجلوسنا للمصطفى وقيامنا وقعودنا وحركاتنا وسكاتنا سكناتنا أكلنا وشربنا، يعني لحظة لحظة نفوسنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا المكان، هذا في حفظ حرمة الرسول مثل الصارم المصري، ليس الترجمة الصارم المصري، يعني هذا كتاب نفس الموضوع. هذا تفسير سورة الفاتحة 3 آيات، من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وكملت بعد سورة، يكون 4 مجلدات في سورة الفاتحة. كملت 4 مجلدات، الله يهنيك، يكون حوالي أكثر من 5000 صفحة في سورة الفاتحة، أكثر من 5000 صفحة في تفسير سورة الفاتحة. هذا التفسير ما في تفسير، فقط نكات معاني ومطالب عناوين مطالب سورة الفاتحة بغير التفسير.
سٹ کر دینا جناب بالحنابی اربعہ کا یعنی الف ہے اربعہ مئہ حنابی و مدار شیخ مثل ہے آیا مضمون آیا مضمون آیا مضمون ان شاء الله كلها تعرف كلها تفضل من هناك تفضل تفضل انا لي وجود واحد احب ان اقطع ويجعل في قطعتين هذا المنهة التربية الإسلامية منهة التربية الإسلامية في مجلدان يتحدث الجلد الأول الجلد الثاني منهة التربية الإسلامية إن شاء الله في شمائل سورة المستقبل هذا الكتاب كامل في سورة المستقبل لا لا كامل موضوع شمائل الترمذي موضوع كامل أخلاق هذا فقط موضوع سورة الغلاف سورة فقط سورة المستقبل هذا فقط سورة هذا الحديث هذا كل كتاب فقط سورة وصف الصورة يعني وصف. يعني مثلا رأس والشعر والعينان والخدين واليدين والرجلين والصدر إمام الأخير الفائد جسمي لا تكون قراءة في سكتين پاکستان عوامی تحریک نے پاکستان عوامی تحریک میں شامل کر کے ہر سطح پر بیداری شعور کے لیے پاکستان کے کونے کونے میں پہنچنے والے یہ پہلے عوامی قائد ہیں جنہیں ہر سب سو درخت سے پذیرائی دی بنت الكريم بالكريم موصولة إذا ربنا سبحانه وتعالى حب عبده وأغنى لازم يسوي شيء اللي يرضى الله سبحانه وتعالى حتى يزيده ربنا يكرمه وخاصة إذا كان شيء في حب الرسول وحب أحباب الرسول وكل اللي جالسين في هذا المكان أو غير مكان كلهم يحبوا الرسول فواجب انه كل انسان عنده مقدره انه يسوي شيء لوجه الله تعالى، حتى لو انك انت ما انت بحاجه، لانه ما يقبل كرامه الا اللئيم، وانت كريم ابن كريم. فلازم الانسان يحافظ على هذه النعمه. هذا شيء من يد الله. دعواتكم الحمد لله. كما كنتم والله عبدنا من اول اليوم الى الان. نعم انا وابنائي وعائلتي وبناتي وعائلتي كامله لا ناخذ شيئا من كلماتي ومن خطباتي ومن مصنفاتي ومؤلفاتي وخياراتي والعطيات لا ناخذ وحرمت علي وعلينا مثل الشرب والخمر نعم كل شيء وقفا لله والحمد لله نحن نخدم واحد شيء لنا هو يقبل رسول الله ويقبل الله تعالى ان شاء الله انه يقبل كل نعم. هذا الرجال إن شاء هذا في خدمه المصطفى مثل ذلك جماعنا جماعه هكذا الحمد لله ياكلون من عندهم من جيوبهم ويخدمون لله تعالى ميري مهربا عظمتوں کے نشان اے میرے مہربان عظمتوں کے نشان طاہر القادری طاہر القادری اے میرے مہربان عظمتوں کے نشان